في المغرب الآلاف من المغاربة خرجوا في مسيرة حاشدة رفعوا فيها الأعلام واللافتات المنددة بشيئين اثنين: الرعي الجائر والخنزير البري. هذا في الظاهر، لكن للمسيرة أسبابا أخرى عبر عنها الكثيرون في المنصات. المسيرة نظمت في مدينة الدار البيضاء وبالتحديد في ساحة الأمم المتحدة. قيل إنها للأمازيغ، بينما قال البعض إنها شملت عربا وأمازيغا. هؤلاء يرفضون الرعي غير المنظم على أراضيهم ويتهمون الحكومة بأنها سبب المشكلة. زاد حالة الاحتقان حسنا قبيل هذه المسيرة التي وصفت بالحاشدة. ظهر هذا الفيديو الذي سنعرضه لكم والذي تداوله ناشطون. لم نتأكد من صحة هذا الفيديو، ولكن يقال إنه يظهر مجموعة من رعاة الماشية يعتدون على رجل اعتقدوا أنه من المنطقة ويعذبونه، أشبعوه ضربا رغم توسلاته لهم التي لم تشفع له. الذين تظاهروا قالوا إن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تحدث وإن السلطات لا تهتم بها، وإنه حان الوقت لوقف الرعاة الذين يستولون على أراضي أجدادهم لغرض الرعي. الأمر يتعلق بهذه المناطق في إقليم سوس ماسا جنوبي المغرب، حيث يأتيه الرعاة من الأقاليم الجنوبية بحثا عن الكلأ. هنا مثلا بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون في الدار البيضاء الكازابلانكا، تندد كما تقول بتفشي الخنزير البري وتهجير السكان. وهنا صورة للخنزير البري تظهر في هذه اللافتة كما نرى، لكن صورة أخرى تعكس شعارا آخر من خلاله يستنكر المتظاهرون ما يقولون إنه هجوم الرعاة الرحل على أراضيهم. هناك ربط بين هؤلاء الرعاة، غالبيتهم الساحقة من المغاربة العرب، بينما آخرون يشككون في أن يكون الوضع كذلك. هذه لافتة تثير الانتباه قليلا، من خلالها مطالب مكتوبة نقرأ منها مثلا: وضع حد للرعي الجائر، وقف سلب الأراضي وتحديد من يملك تلك الأراضي، والقضاء مرة أخرى على الخنزير البري. في عالم التغريدات رشيد يكتب كتفاعل مع هذه الأحداث: منذ تولي الملك الحكم أولى اهتماما كبيرا بأربع مدن فقط، الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة ومدن الأمم المتحدة في الصحراء. أما باقي المدن التي جل سكانها من الأمازيغ فليست معنية بهذه الفترة من الحكم. سعيد يكتب في تغريدته: نقف وقفة الرجال لنقول الأرض لنا وليس للناهبين والسارقين، ونحمل المسؤولية للمخزن بمعنى الحكومة، فهو المسؤول عما يحدث. ولكن لا يعرف على وجه التحديد ما هو موقف الحكومة المغربية من هذه المطالب في مسيرة الدار البيضاء، إذ لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن حتى الآن. ولكننا معنا هنا عبر الهاتف عبد اللطيف خيار، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم إشتوكا إيت باها. مرحبا بك أستاذ عبد اللطيف. يعني المطالب التي يتحدث عنها المتظاهرون، هل يمكن إيقاف من يحاولون إشباع أو إطعام حيواناتهم من المجيء بحثا عن العشب؟ المشكلة التي تعيشه مناطق سوس اليوم واللي كيعرف تطورات خطيرة ومتزايدة هي المتعلقة بالهجومات والاعتداءات المتكررة على الساكنة المحلية واستباحة ممتلكاتهم الزراعية وحقولهم من طرف الرعاة الرحل الذين يبعثون بأراضي الساكنة. يفرضون ما يشبه قانون الغاب على الساكنة عبر أفعال مشينة ذهبت إلى اغتصاب فتاة وقتل مواطن وتخريب ممتلكات واختطاف كل من يدافع عن أراضيه وتجريده من ملابسه وتصويره في مشاهد مقززة. وللأسف كل ما تقوله أستاذ عبد اللطيف بحاجة إلى بحث وتأكيدات، ولكننا لم نك كل هذه الأدوات. لكننا مثلا هناك مطلب آخر متعلق بالخنزير البري، ما الضرر أن يكون هناك خنزيرا بريا أو انتشار له في المناطق؟ يعني كيف يمكن أن تعالج حالة مرتبطة بحيوان ما يأتي كبقية الحيوانات للأكل أو أن يتكاثر في تلك المنطقة؟
من سياسة الدولة فيما يخص أولا الدولة تسيج أراضي الساكنة اليوم باعتبارها ملكا غابويا وتقوم بإنزال الخنزير البري الذي هو يفسد الفلاحة يفسد المراعي ومحاصيل الزراعية للساكنة. هناك هجومات على أراضي الساكنة عامة بمنطقة سوس. أستاذ عبد اللطيف خيار الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم شتوكا إتباها، شكرا جزيلا.